ولا اقول العكس مجريات اللعب، ولكنه اتى لمصلحه المنتخب الوطني هيئاله بطريقه ممتازه، اصطدمت بالمدافع ودخلت شباك الحارس حارس المنتخب التونسي بالعقب، هيئها صعد اللعب ولعب باتجاه الامام، يقول الطاقم الفني المنتخب التونسي ولكن من وضعيه التسلل عدل النتيجه، ولكن من وضعيه التسلل حاول ان يتسلل وحاول ان يباغت المكني نبيل الذي استقبل كره في العمق، قرار جد صعب من حكم المباراه الذي اعلن عن وضعيه التسلل. مع ذلك طريق فارس ناجي على الجهه اليسرى، فاروق ميموني شرني يحتفظ يبحث عن حل يرفع، تدخل من الدفاع، خطا دفاعي قاتل لمصلحه المنتخب التونسي، المدافع قدم من الدفاع وعدل النتيجه قبل اقل من دقيقه عن نهايه الوقت الرسمي. مرفوع الكرة، خروج بول بار على الجهة اليمنى، انطلاق المواصلة، البحث، التوزيعة الرأسي على مرتين في مخالفة، يقول الحكم ماذا، الكرة الثانية بعيدة بالريمة، نبيل مكني هذا المهاجم القوي، وكرة لصالح المنتخب الوطني، كرة هدف ثانية، والوحيد إلى غاية اللحظة بشير بلومي، مرفوع المتابعة من دفاع، الكرة الثانية تعود، هل يسدد من هذا المكان، يسددها فعلا، خرجت إلى الركنية، يقول حكم المباراة. المنتخب الوطني قال بأنه سيكون خليفة رئيس بولعي، الخطأ 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 والهدف، هذا قال حكم المباراة. من حصد أولى النقاط الثلاث، مرفوعة الكرة، الكرة الثانية، حذري حذري بولندي، أين أنت؟ اليقظة، لأنه مثل هذه الكرات الصغيرة والجزئيات هي التي تصنع الفارق في هذه الدربيات. ما زال الخطر داخل منطقة العمليات، ملاحظات عظيمة، وبولندي في المكان المناسب، بولندي رائع رائع، بولندي يمنح الثقة لزملاء الذي عليهم أن يكونوا في مستوى الثقة. الكرة الجزائرية الآن، محاولة نقل الخطر، محاولة صياد الهدف الثاني، جميلة المراوغة، توغل الدخول، ما زال يحتفظ بها، يوزعها على الثلاث مرات، الوقت يمر والنتيجة على حالها، ويجب أن تبقى على ذلك. الكرة ثابتة لمصلحة المنتخب الوطني، بشير بلومي مسجل الهدف الوحيد، بإمكانه أن يكون وراء الهدف الثاني، هذه النفر بباردو الحكم المصري.